نستقبل اتصال تليفوني ونقول ألو. 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 أيوة. صباح الخير. صباح الورد، ازيك؟ تمام الحمد لله. اتعرف بيكي؟ سارة. سارة، سارة كم سنة؟ 21. مرتبطة يا سارة؟ مخطوبة. الأول أنت أهلاوية ولا زملكاوية يا سارة؟ زملكاوية. أي وحشة. طب إحساسك إيه النهاردة يا سارة؟ عشان لو حضرتك أنا ما شفتش الماتش، بس كلموني صحابي قال لي 1-0 فخرجنا خلاص. طيب قلنا بقى خلاص بكرامتنا بقى. طيب خليني اقول لك هارد لك، واقول لكل الزملكاويه اللي في مصر هارد لك، واقول لفريق الزمالك كمان هارد لك، ومش عيب اساسا ان احنا نخسر، وممكن نحاول تاني وتالت ورابع. انا اهلاوي ولكن مش متعصب ابدا، والنهارده كنت اتمنى من كل قلبي ان الزمالك يكسب ويحقق مركز، ولكن يعني ده أمر ربنا، وبإذن الله لو اجتهدنا شوية وبذلنا مجهود شوية وفكرنا شوية بإذن الله نحقق نجاحات أكتر. قولي لي بقى، مرتبطة؟ مخطوبة. مخطوبة عن حب ولا خطوبة تقليدية؟ كنت بحبه جدا. وعشان ما أخسروش هو جيت قدم لي وخلاص، وبابايا سألني عايزاه، قلت له بحبه وعايزاه. بابايا صاحبنا جدا عشان إحنا بنات، فمش عايزين نخبي عنه حاجة. خلاص أنت بتحبيه هتتجوزي. جميل. كان في طبعا مشاكل بينه وبين بابايا، ان هو مش بيجي في العيد، مش بيجي يسأل عليا، بيطنش حاجات كتير. بابايا طبعا اتخلق معايا، انا اصلا وقتها كنت في مصيف مع صحابي وكده، وبعدين عملت حادثة، قعدت 20 يوم في المستشفى. اختي كلمته في نفس اليوم اللي انا عملت فيه الحادثة، عشان بابايا كان وقتها الموبايل بتاعه مفيش سيجنال خالص، فهو اللي كان هيوصل لبابايا. ايوه. خطبتك في المستشفى وبتموت وبين ايدين ربنا، يا تنحقها يا لا. طبعا المفروض ان هو يروح يقول لبابايا لا انا عرفت، انا هاجي معاك هطمن عليها. هو ما جاش، ما كلفش خاطره باي حاجه. لما انا خرجت من المستشفى طبعا موبايلي مش معايا، كلمت من موبايل اختي. يا حبيبي انت وحشتني، انا نفسي اشوفك. اختي قولي حاضر انا هجيلك، انا ما كنتش اعرف اي حاجه. ما كنتش عارف ايه ده، هو عارف والمفروض هو اللي بيبلغ باباكي. انا وقتها ما كنتش، كانت الذاكره عندي تعبانه شويه، شالبنك كانت العمليه كبيره جدا، فما كنتش مركزه، كان اي حد يقول لي اي حاجه كنت بنساها بعدها بربع ساعه تقريبا. فبعدين خلاص اوكي تمام تعالى انا عايزه اشوفك وحشتني، كان هو اول حاجه فكرت فيها اصلا اول ما نزلت القاهره. قال لي معلش انا اسف مش هتجوز واحده دماغها مفتوحه نصين. اوكي تمام شكرا لذوقك وباي باي. ما قلتش حاجه بعدها. انت دماغك مفتوحه نصين ازاي بقى، احكي لي يعني. يعني بعد الحادثه ايه اللي حصل؟ بعد الحادثه انا عملت العمليه عند دكتور كبير جدا، اكبر دكتور في مصر تقريبا، كان حسن الحظ ان هو مسافر الساحل وقتها وبيصيف كل اسبوع بيقدم الكيان بتاعه في مارينا. تقريبا دفيت على 6-7 مستشفيات في الساحل لحد العالمين، مفيش دكتور مخ وعصب مفيش. فقعدت تقريبا 6 ساعات لحد ما الدكتور ده جه من القاهره. العمليه اتكلفت مبلغ مش مهم اتكلفت كام، المهم انت حصل لك ايه بعد كده. العمليه اصلا معموله تجميل. فمش باين الجرح. كل فكره ان كان وقتها الشعر متشال عشان يخيطوا الجرح. فعادي انا مش فارقه معايا، اهم حاجه الحمد لله انا قمت بالسلامه، مفيش مشكله حتى لو كانوا شالوا شعره كله. الحمد لله. طيب بعد ما قال لك بقى كده وقلت له باي باي وبتاع وخلاص حصل خير ومرسي خلاص على ذوقك وبتاع، حصل ايه تاني؟ بعدها بشهرين، الكلام ده كان 6-8 يوم صح، كان سويس. خرجت انا اخر 8. هو جاني في 15-11. اتاسف بقى لبابايا، كنت انا وقتها مش في البيت اصلا، اعصابي تعبانه جدا الفتره دي. كنت قاعده عند جدتي. ايوه. بابايا بقى كلمني بعدها باسبوعين ثلاثه، خطيبك عايز يرجع لك. معلومه بس صغيره جدا. بابايا ما كانش عارف حاجه عن الكلام اللي هو قاله لي. بابايا كان فاهم ان هو سايبني بسبب المشاكل اللي بينه وبين بعض. فانا لما رجع لي انا طبعا عياط ونيار. انت وافقتي ان هو يرجع لك؟ بابايا ضغط عليا جامد. قال انت طب ما حكيتيش لباباكي اللي حصل؟ هو قال لي لا سماح، وانا ما كنتش اقصد، انا كنت بهزر معاكي، ما كنتش فاهم الموضوع كبير قوي كده. بهزر معاكي ايه؟ ده انت في المستشفى وراقده ودماغك مفتوحه، حتى ما فكرش يجي يشوفك. بالظبط كده. ده البعيد جبله. بالظبط. سوري في الكلمه يعني. وبعدين انا ولا يهمك.
فبعدين جه متأسف وانا اسف وبص راسي وحقك عليا ومش هعمل كده تاني وعمري في حياتي ما ازعلك، وبس ايدي قدام بابايا ووعد مني ليك قدام ربنا ان انا عمري في حياتي ما ازعلك. خلص اوكي صدقته وسامحته، انا بحبك خلاص اسامحك. اكتشفت بعدها بقى بمسك موبايله هو بيجي عندنا مسجات من البنات، ارقام متسجله ماي لوف وماي هارت وحاجات كده غريبه، وانا اصلا رقمي مش متسيف. صور بنات يقول لا دي صور عاديه. اقول لبابايا طبعا يقول لا ده هو الراجل يعمل اللي هو عايزه، لما تكوني في بيته اعمل اللي انت عايزاه. ساعتها تقدري تتكلمي، هنا مش هينفع تتكلمي، هيقول عليكي بقى ان انت واقعه عليه ومرميه وكده. خلاص تمام يا بابا. وكان كل مره بيجي عندنا فيها كان لازم اعيط. ايوه تعالي لازم يعني لازم ينكد عليا يزعق لي قدام بابايا. كان عنده كام سنه خطيبك ده؟ 26. وتافه كده يعني؟ عنده 26 سنه وتافه كده؟ انا عايز اقول لحضرتك ان هو لقيت فتحتي انا وقتها برضه نكد عليا يوم شبكتي. حصلت مشكله كبيره جدا، لان احنا كنا متفقين ان هو يجيب شبكه بمبلغ، ما جابش المبلغ ده، جاب اقل منه بكتير جدا. فطبعا عيطت خلاص، انا يعني انا رجعت لك عشان اساس انت هتحسسني الدنيا جديده. انت مستمره معاه ولا الموضوع خلص؟ لحد دلوقتي المفروض ان هو خطيبي. المفروض ان هو خطيبك لمدة السنة دي. احنا اتشبكنا يوم 5/2 اللي فات. انا مخطوبة لي بقى سنة ونص، سافرنا بعض مثلا 3 شهور فرجع لي تاني. فمش شفتش اي يوم كويس لمدة ال10 شهور اللي فاتوا دول. ولسه خطيبك؟ ولسه خطيبي، بس انا مش شايفه ولا اي حاجة من شبكتي. عندك تليفونه؟ طب اسمعيني بقى معلش، سوري يعني اعتقد ان الراديو عندك مفتوح، اسمعيني. لو عندك تليفونه ارفعي سماعات تليفونه وكلميه قولي له بقول لك يا عم الحبوب، معلش سوري في الكلام اللي بقوله بقى بالبلدي كده، اسمع يا حيلتها. انا فكرت كتير في الحدوته بتاعتنا دي والجوازه بتاعتنا دي، اكتشفت ان انا لو ارتبطت بيك هتبقى نهايتي قريبه جدا، ونهايتي هتبقى مش مبسوط مش سعيده، يعني هتبقى نهايه سيئه جدا. فبالتالي لما فكرت كده وقعدت مع نفسي ووزنت حضرتك في ميزان الرجاله، اكتشفت انك ما تسواش مل وكفي نخالة نشارة خشب. يعني حضرتك ما توزنش راجل يا نجم. لما تكون خطيبتك في المستشفى دماغها مفتوحة 2 وما تجريش عليها وتبقى أول واحد واقف جنبها، يبقى أنت لا مؤاخذة. ولما تغيب كمان شهرين وترجع تقول لي أصل مش عارف إيه، يبقى أنت لا مؤاخذة. ولما يضغط عليا من أهلي عشان أسامح، أنا ما سامحتكش وما كنتش عايزك، ده أبوك أبويا الضغط. اوكي، ولاقيك بالاخلاق دي ده انت تبقى منتهى اللامؤاخذه. وابقى انا يعني 300 مليون لامؤاخذه لو اوافق على واحد زيك. بص يا بنت الناس، قرارك في ايدك، يا تعيشي بني ادمه يا تعيشي لامؤاخذه. لو وافقتي وكملتي الخطوبه دي حضرتك دخلتي في نخبه وزمره اللامؤاخذه.